بيض بالسبانخ والمشروم، وهنحط عليه الجبنه وهنديله زيت الزيتون لانه له فوائد عاليه جدا جدا. كل ده في شكل كب كيك. نقول المقادير: عندي مشروم وسبانخ فريش وزيت زيتون مع ملح وفلفل، اتشوحوا على النار. بقى شكلهم ازاي؟ ده بقى شكله. بعد كده عندي بيض وعندي جبنه موتزاريلا او مش او تشادر او فلامنك او اي جبنه انتوا عايزينها، او حتى جبنه بيضة براحتكم خالص. اوكي اوكي هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نحط البيض اول حاجه، وطالما حطينا البيض يبقى حطينا فلفل اسود، لازم رشه ملح خفيفه خالص للطعم، ورشه فلفل اسود برضو عشان زفاره البيض. نضرب نضرب نضرب، وبعدين نقوم جايبين السبانخ اللي احنا شوحناها بزيت الزيتون والملح والفلفل واستنيناها تبرد، طبعا اكيد مش هنحطها على البيض وهي سخنه. المشروم شوحناه بزيت الزيتون والملح والفلفل واستنيناه يبرد، مش عايزينه يبقى باين خالص. يبقى هتعملوا زي ما قلت لكم. ايه اللي انا قلته لكم؟ انكم هتضربوه ضرب في الكبه، ماشي؟ فمش هيبقى قطع كده، لا هيبقى معجون عجن جوه البيض اهو. بس كده؟ اه بس كده اهو. اتاكد بس كده ان الدنيا يعني تمام وكله متوزع مظبوط. حلو قوي قوي، شكرا. صينيه كب كيك جواها ورق الكب كيك، هنحطهم برضو. الوصفه دي ينفع تتفرز يعني بعد ما تخلصوا التسويه تسيبوها تبرد، كل واحده كب كيك تتفرز مع نفسها. صواني الكب كيك حاطين جواها ورق الكب كيك، مغرفه، ايس كريم سكوبر، اي حاجه، ونقوم حاطينها كده. وشكرا. درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة تحت بس اللي شغال، المروحة لو موجودة شغالة، هيطلع يبرد يتفرز، او طبعا تقدروا تاكلوه سخن او تاكلوه بارد زي ما انتوا عايزين.